بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، هكذا انطلاقة شوطنا 13 للابكار الحقايق، ومن مسافة 3 كيلومترات انطلاقة سليمة في ثاني ايامنا لسن الحقايق في اقل المهرجان الغالي، المهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان سمو سيدي ولي العهد الامين حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، مقدمة شوط المركز الاول، الصدارة هنا شعار في هذه اللحظات، شعار في هذه اللحظات. رياض بن ثامر السعدون يقدم لنا مبلشة مع صدارة الشوط، وحضروا شعار رياض بن ثامر بن سليمان السعدون. بينما المركز الثاني وصل شعار ابو سلمان، وصل مع جبار جبار جبار، وحضر شعار في هذه اللحظات صالح بن عوض بن عيفان الحليفي، يقدم لنا جبار المركز الثالث. وصلت سلطان، وصل شعار 0 بن سالم العتيبي، يتقدم شعارك يا بن عويض. من يحتل المركز الثالث؟ المركز الرابع، وصلت سيوف وحضر حمود بن ضاوي بن مسعود الاحصامي المركز الخامس، واختتم بالنداء القدوم من شعار العيطموس، وحضر شعار محمد بن عايض بن هادي القحطاني، يقدم لنا العيطموس. هكذا كانت النتيجة مع الخمسة المراكز المتقدمة. نداؤنا الأول اتممناه على مسامعكم، ولكن العودة إلى سيوف حمود بن ضاوي بن مسعود الأحسامي. يا له شعارات خطيرة، والله ترعب يا بن ضاوي، والله مثيرة، أسماء خطيرة. وحضر حمود بن ضاوي بن مسعود الأحسامي، يقدم لنا سيوف، ولكن الحضور حضرت في هذه اللحظات الحضور من أمواج، وحضر محمد بن حمد بن علي الربيعان، يقدم لنا أمواج أمواج يا الربيعان، أمواج ربعان. وشعار في هذه اللحظات محمد بن حمد بن علي ربعان، ولكن سيوف حضر حمود بن ضاوي بن مسعود العصيمي المركز الثالث. أوصلت أحضرت بلشة 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 عاطف بن عطية بن حسن القرشي، والقدوم من شعار جابر بن سالم الجربوعي المري مع سياد، ولكن العودة يا أبو خضر إلى الصدارة، إلى سكان الصدارة. أمواج أمواج، ولكن غيرت بلشة، ويا بلشتكم من بلشة. انطلق شعار بو عادل، الشعار الكبير، الشعار الخطير، شعار مثير، شعار اعتاد عن وميس وعلى تصارات يعرف للأشواق الرموز. سطر حروف من ذهب بقيادة راشد بن سعيد بن حلفان في عملية التدمير. بلشة صاحبة العوايد، صاحبة الإنجازات، صاحبة نقطة ثمينة في ختام الوثبة في عصا عاصمة الميادين 2022. تحية تحية
تحية لك يا أبو عادل، لك يا أبو عادل مشكور يا بن حلفان باسم الجمهور. راشد بن حلفان المري من تابع بلشة في عملية التنمير، تهانينا والنموس لمالك بلشة. وحضر شعر عاطف بن عطية بن حسن القرشي المركز الثاني، طالب بن علي بن راشد الفيدة المري من احتل المركز الثاني. والمركز الثالث سيوف احمود بن ضاوي بن مسعود الاعصمي. متابعي الكرام مشاهدي الاعزاء، تهانينا والنموس لمالك بلشة بشعر عاطف بن عطية بن حسن القرشي. 4:43 وعشرة اجزان من الثانية، هكذا توقيت بلشة. ثانيا متاعب طالب بن علي بن راشد آل فهيد المري، 4:47 و34 جزء من ثانية. المركز الثالث سيوف أحمود بن ضاوي بن مسعود العصيمي، 4:47 و86 جزء من الثانية، هكذا توقيت سيوف بشعار أحمود بن ضاوي بن مسعود العصيمي من احتل المركز الثالث. إذا مرابع مراكز أمواج محمد بن حمد بن علي ربيعان، والمركز الخامس العيطموس ومحمد بن عايض القحطاني. متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء، تهانينا.